خلينا كده يعني نذهب إلى البنك المركزي المصري. تحويلات المصريين، البنك يقول تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2022 هذا الرقم 20.9 مليار دولار، وده مقابل طبعا نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. فكده هنلاحظ أنه في تراجع، التراجع بنسبة كام؟ بنسبة 2.3%، وده مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. يا ترى إيه السبب وإيه اللي بيحصل، وهل ممكن تزيد، تبدأ هذه النسبة تزيد لما الحكومة تعمل شوية تيسيرات؟ وده اللي هأتكلم في تفاصيله مع دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا دكتور؟ طيب يعني احنا بنتكلم على هذا التراجع، كلمني على هذا التراجع وبعدين نتكلم على يعني ازاي تقدر الدولة تقدم بعض التيسيرات زي موضوع العربيات مثلا. فخلينا نتكلم الاول على هذا التراجع. طبعا هو في تراجع طفيف في تحويلات المصريين في الخارج، هم حوالي نص مليار دولار، وطبعا لسه السنة ما انتهتش، في 8 شهور بس تحويلات المصريين سجلت لما يقرب يعني 21 مليار دولار. تمام. وطبعا احنا عارفين ان السنه دي في العديد من التقشف في العديد من الدول، وطبعا في كثير من يعني التحديات امام الدول، فبيكون في تراجع من التحويلات من الخارج. تمام. ده امر طبيعي جدا، ولكن لو حضرتك بصيتي بالمنظور العام للسنه كلها هتلاقي ان مستويات التحويلات في ازدياد. ليه؟ لان الحمد لله احنا بنتخطى الرقم يعني المعتاد. احنا كنا قبل 4 سنين أو 5 سنين كنا بنتكلم الحد الاقصى 20 مليار. تمام. انما نوصل السنه اللي فاتت اللي هي 2021 اللي هي انتهت، كان مسجلين 31.5 مليار دولار. وطبعا كان العالم ما كانش فيه الحرب، ما كانش فيه التاثيرات الخارجيه. صحيح. لتداعيات ازمه كورونا كانت استقرت شويه، فكانت التحويلات زادت. وطبعا مزبوط. كان سعر الصرف كان ليه عامل اساسي. صحيح. كان الجنيه قدام الدولار مستقر. خلينا كمان نقول انه حتى الوظائف في الخارج غير مستقره. يعني بكل احنا تابعنا كتير من الشركات اغلقت، كتير من الشركات كمان قللت عدد موظفيها، فده برضو اثر على نسبه العمل يعني وشكله واختلافه، سواء يعني في المنطقه العربيه او حتى في دول العالم المختلفه. بالظبط. ولكن خلينا دايما نلاحظ يا فندم اوروبا، انا دايما بحب القي الضوء على اوروبا، لان اوروبا كانت من اكثر الدول اللي في اوروبا دايما زي ما بيسموها اكثر استقرارا. تمام. اكثر انتعاشا، اكثر معدلات نمو. تمام. فان احنا نشوف النهارده يا فندم، انا بكلم حضرتك النهارده، انجلترا بتعلن موازنه تقشف مع رئيس الوزراء الجديد، هيرفعوا الضرائب، اثنين هيحدوا من الانفاق. تمام. وتأثيرات هذا الأمر للأسف جاي مؤثر على التشغيل داخل إنجلترا. صحيح. أنا بدي لحضرتك ولمشاهدينا الكرام نموذج من العالم، من الدول المتقدمة. صحيح. فإن إحنا انعكاسه على بلدنا اللي إحنا بنشوف إن مصر يعني تراجع فيها التحويلات. ولكن تعالي أدي لحضرتك نقطة مضيئة في غاية الأهمية لازم ناخد بالنا. يا ريت، أنا بحب النقاط المضيئة. اتفضل. الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الحمد لله النهارده بيصرح تصريح في غاية الأهمية. اتفضل. سنة 2022 إن شاء الله تنتهي الشهر القادم بأعلى إيرادات لقناة السويس، بتسجل إن شاء الله 7.8 مليار. ده زيادة عن العام الماضي اللي هو 2021 أكتر من 1.5 مليار زيادة. ودي هنا نقطة هامة جدا نتوقف عندها، وهي في ظل كل الأزمات العالمية إنه قناة السويس تدر هذا الربح اللي أكثر من 1 مليار. أعتقد دي نقطة مهمة جدا، لأنه العالم في هذه الأزمة. لا، أكثر من 1.5 مليار. هو أكثر من 1.5 مليار. قايل إن هي هتسجل إن شاء الله 7.8 من 10. تمام. والسنة اللي فاتت عاملة حوالي 6 مليار. فأنا عشان بقرب الأرقام دايما لمشاهدينا الكرام، إن صحيح. الحمد لله الإنجاز اللي بتقوم به الدولة اللي هو ترسيخ المشروعات الكبيرة وترسيخ الاستثمارات داخل الدولة. صحيح. هو ده الهدف الأساسي. خد بال حضرتك إنه قناة السويس مش مجرد دلوقتي مجرى ملاحي فقط، هي بقت منطقة اقتصادية.
يعني فيها الكثير من المشروعات الاقتصادية اللي كمان بتعزز هذا النجاح. يعني وياريت ياريت مشاهدينا الكرام يا فندم يعرفوا الدولة بتوجه استثماراتها في ايه؟ في الطاقة، في المشروعات الكبيرة زي قناة السويس، زي المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، زي لما احنا شفنا كده في قمة المناخ دي بنجذب استثمارات اللي هي المشروعات الكبيرة خاصة بالهيدروجين الاخضر في قناة السويس. طبعا يمكن الناس مش كتير يا فندم، جمهورنا الكريم ما يعرفش الهيدروجين الاخضر والتحول. خلينا نقول ان احنا بنستخدم الطاقة النظيفة، الغاز مزبوط. بنستخدم ان احنا النهارده نشوف طاقة الرياح، عايزين نستبدل ان احنا نستهلك بترول وبنزين وسولار ومش عارف ايه بطاقة نظيفة. طيب خلينا كده، يبقى إذن الخبر المضيء اللي بناخده النهاردة إنه عندنا ارتفاع في يعني إيرادات قناة السويس بأكثر من مليار ونصف زي ما حضرتك قلت. أنا بس عايزة أقف لما نيجي مثلا المواطن يسأل، طيب هل بعض التيسيرات اللي بتعملها الحكومة الآن زي إن هي تسمح للمصريين إن هم اللي عنده عربية في الخارج بالقانون اللي موجود والأشياء المتاحة، هل دي برضو ممكن ترجع تدر نوع من أنواع التحويلات بشكل جديد؟ طبعا ان شاء الله هتجيب، ولكن عارفه حضرتك خلينا ناخد كلمه الرئيس ودايما نتبناها كلنا مع بعض، الصناعه والتشغيل. استحالات المصريين دي فندم هتيجي بعربيات، العربيات مش هتعمل قيمه مضافه. صح، صاحب العربيه هيجي ربنا يكرمه ويجيب عربيتين وثلاثه ويحط دولار. ما احنا بنتكلم على العاملين بالخارج، يعني احنا بالضبط العاملين واشقائنا واخواتنا كلهم هيحول فلوس جزء كبير ويحطها في البنك احتياطي، وده هيدعم قيمه الجنيه وهيوفر عمله. ممكن هو كمان يدخل في المشروعات، يعني المبادرات الموجوده يشارك فيها يستثمر فيها هو كمان يعني. بكل تاكيد، وعشان كده الرئيس امبارح كان في اجتماع في غايه الاهميه ان هو ازاي هيطرحوا عدد من الشركات في البورصه، يعني تمام. برضو الاستثمار ده فيهم عدد من شركات القوات المسلحه كمان. طبعا هم شركتين للقوات المسلحه، مش هنقول اسمائهم، لا ينفع نقول اسمائهم بسرعه. خلينا نقول الوية وطنية وشركه صافي، دول من اكبر الشركات. خلينا نعمل دعايه لبلدنا. طبعا هي بلدنا تحتاج كل الدعايه اكيد. اتفضل. شركات بلدنا، يعني شركات برضو بتاعه المصريين. طبعا القوات المسلحه هي المصريين، والمصريين هم القوات المسلحه. القوات المسلحه مين؟ ما هم احنا. بالظبط، احنا القوات المسلحه برضو، احنا ولاد القوات المسلحه. يعني دكتور مصطفى بدرة، أنا دايما بحب أتكلم معاك، نحاول إن إحنا كده نقدم شوية معلومات ونقدم الحقائق والبدائل أيضا اللي ممكن تحسن وتزيد من الاقتصاد المصري. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. زي ما شفتم ده خبر من أخبارنا الاقتصادية اللي إحنا بنتكلم عليها.